اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-303-95-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جايب لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل 2013 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نستعرض الصور مع بعض وكمان مواصفات العربية وكمان سعرها وكمان طرق التواصل مع صاحبها. يلا بينا على بركة الله. دي شيفروليه دبابة موديل 2013 رشك صدام فقط، باقي العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها رخصة 7 شهور مرور بالاس أهلية، والمعاينة هتكون في الحمول كفر الشيخ. العربية الموتور وآلات الجر والشاسيه والكورونا كله بحالة سليمة. العربية فيها كاوتش جديد. العربية فيها بطارية جديدة. العربية مش عايزة جنيه مصروف على الشغل على طول. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل 2013 سعرها 185,000 جنيه. سعر العربية 185,000 جنيه. للتواصل مع صاحبها هيكون على رقم 0100-680-6826. الرقم مرة تانية 0100-680-6826. ده كان موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.